نحن وضعنا ما في اصعب منه ولا مر على حدا في التاريخ ابدا من مثل الوضع. ليك لا خيام ولا في عنا حتى اغراضنا دشرناها في الضيعه وبدنا ننفذ في ارواحنا اخيو. يعني عم نتمنى الموت، يعني ما ضل ورانا ما ضل الا الموت بس فقط لا غير. نحن النازحين من سهل الغاب، نزحنا نتيجة القصف واقتحام الجيش على قرانا وبلداتنا. جينا لمخيم سلقين الصفصافة، وجدنا أن المخيم قد تعبى ويعني ما يسع، فبركنا تحت الشجر خارج نطاق المخيم. بعد كل موجة نزوح تزداد المعاناة والمصائب والمشقة فوق رؤوس أهل النازحين في الشمال السوري. وفي موجة النزوح هذه بعد أن توافدت الناس نتيجة القصف الروسي الهمجي على قرى سهل الغاب، وقد توافد الناس بشكل كبير إلى مخيم الصفصافة الواقع في ريف سلقين الغربي، ونتيجة لعدم وجود المأوى داخل هذا المخيم وامتلاء هذا المخيم بالخيم منذ 4 سنوات، اضطرت الناس للسكن في الأراضي المجاورة حول المخيم، لكن دون خيم، دون شيء يغطي حر الصيف وحر الشمس على رؤوس هؤلاء الذين يقطنون الأراضي المجاورة للمخيم الصفصافة. فقط العازل الذي يجلب حرارة الشمس هو من يغطي رؤوس هؤلاء الساكنين داخل هذا المخيم. تعال تعال تعال.